بسم الله الرحمن الرحيم. أتعلم أن بيننا أناس أعمارهم تتجاوز عمر نوح عليه السلام؟ فإن قال قائل عجبا هم معنا ولا نراهم، أقول نعم، إنك تراهم في المسجد الحرام، فكل صلاة به عن 100,000 صلاة، أي أن صلاة واحدة تعدل عبادة أكثر من 50 سنة. فقد صح عن الحبيب صلوات ربي عليه أنه قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، فضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عوضها الله عن قصر أعمارها. لكن العجب أحبتي أن تلك المرأة المسلمة في ماليزيا، أو ذاك الشاب في روسيا، أو تلك العجوز في إفريقيا، الذي يتمنى وصدق بنيته أن يذهب للمسجد الحرام ولكن ليس له استطاعة، فإن الأجر له مثل الذي يصلي بالمسجد الحرام. فهنيئا لمن صدق بنيته ولم يستطع، فقد وقع أجره على الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. فأبشر أخي أخيتي، لكل من صدق بنيته أجر 100,000 صلاة بالمسجد الحرام، ففضل الله واسع. وصلى الله على حبيبنا محمد بعدد من صلى بالمسجد الحرام وبمن صدق وبمن غفل.